بيكم في لايك اند شير واهم الاخبار والاحداث والترندات المتصدره مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقه الاسبوع ده كان غني باخبار كتير ومتنوعه، وكان في تفاعل كبير جدا من رواد السوشيال ميديا. ده فعلا حقيقي، لانه كلنا طبعا تابعنا سوء التفاهم اللي حصل بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمه بوسيل، واللي كانوا متصدرين مواقع السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا بعد سوء التفاهم اللي حصل بينهم. والحقيقه ان في ناس كتيره اجمعت ان ده أول سوء تفاهم يحصل كله أونلاين، بداية من المشكلة لحد نهايتها. هي طبعا انتهت بالصلح، لكنها ابتدت الأول لما بسمة بوسيل أعلنت على الحساب بتاعها أنها انفصلت عن تامر حسني وبيجهزوا أوراق الطلاق. طبعا الخبر ده كان صدمة للجمهور اللي دعوا لها كمان أونلاين أن هم يرجعوا تاني لبعض. حتى محاولات الصلح بينهم كانت هي كمان أونلاين، زي مثلا الفنانة أحلام اللي نشرت على حسابها أنها بتحب الفنانين الاثنين وأنها يتمنوا أن هم يرجعوا تاني لبعض لأن هي بتحبهم وهم بيحبوا بعض، وقالت لتامر نصيحة أنه لازم يسمع الكلام وما يسمعش للمحادثات على السوشيال ميديا وأنه يرجع مراته لبيتها تاني. بالفعل تامر حسني استجاب ونشر هو كمان أونلاين عتاب لزوجته على الستوري بتاعته على الانستجرام، بيعاتبها وقال لها جملته الشهيرة اللي بقت ترند دلوقتي: متهورة بس بحبك. بسمة هي كمان ردت عليه وقالت له: أنا متهورة علشان بحبك. الموضوع انتهى لحد هنا، والناس كلها اتبسطت ان هم اتصالحوا والأمور انتهت على خير، وانه تامر حسني طبعا فنان جميل وراقي في التعامل. بس الأجمل بقى كان ردود فعل المصريين على الجملة بتاعت باسم على الجملة بتاعت تامر وبسمة. الفنانين دعبوا تامر حسني وعلقوا على الكلمة بتاعته، ومن ضمنهم الفنان الجميل أحمد فتحي اللي نشر صورة على حسابه على الفيسبوك وقال إنه في الفرح اللي كان خاص بمحمد هنيدي في فيلم يوم ملوش لازمة، وقال إن ده ردود فعل المصريين على تامر وهو بيتكلم بسمة. كمان الفنان فتحي عبد الوهاب نشر صورة على الفيسبوك وهو بيداعب ياسر جلال وبيقول له: بحبك متهور بس بحبك. ردود فعل المصريين بقى وجمهور تامر حسني هم كمان كان جميل جدا، وعلقوا على تفاعلهم معاه بشكل كبير. الناس نزلت كوميكس كتيرة جدا على أشكالهم، زي الضيف أحمد، هو ده رد فعل المصريين على كلام تامر وبسمة. عبلة كامل طبعا لما رد فعل بسمة على كلام تامر حسني. ايه رأيك؟ جميلة. اولا عبلة كامل، المصريين دمهم خفيف، واعتقد ان احنا حياتنا كلها بقت اونلاين. بمناسبة عبلة كامل، في ترند على تويتر وهو انتشر بشكل كبير جدا على الحقيقة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، هو شائعة مرض الفنانة عبلة كامل. طلع الشائعة ان هي مريضة بالسرطان وبتعاني. الحقيقة الفنانة عبلة كامل بقالها فترة طويلة قوي متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي، اولا لانها اختفت فجأة بشكل غامض، والناس قالت انها اعتزلت الفن وتفرغت للعبادة ولأسرتها، لكن الحقيقة الفنانة عبلة كامل وضحت كتير ان هي مش بتشتغل الفترة دي عشان خاطر كورونا وجائحة كورونا، ومنتظرة ان الامور ترجع زي الاول وترجع تشتغل. لكن الحقيقة الفنانة دي جميلة والناس كتير بتحبها وبتتمنى لها الخير، وهي واصلة لقلوب الناس بحقه حقيقي، يعني الناس فعلا بتتعاطف جدا مع الفنان اللي هم بيحبوه. فحصل صدمة كبيرة جدا للجمهور لما انتشرت شائعة أخيرة بتقول الأسبوع ده بتقول إن الفنانة عبلة كامل مريضة بالسرطان، وبندعي الناس إنها تشفى وتخف لأنها في حالتها الأخيرة وبتتألم جامد. الحقيقة الموضوع ده أثار جدل كبير في السوشيال ميديا وبين رواد السوشيال ميديا، وناس كتير قوي قلقت، وحصل الناس بتشير بوستات كتير وبتدعي لها وصدقت فعلا بجد. لكن الفنان طليقها أحمد كمال كتب على تويتر إن الكلام ده عاري تماما من الصحة ومش حقيقي خالص، وإن الفنانة عبلة كامل بصحة كويسة، واللي بينشر الأخبار دي غرضه أغرض مش أغرض رخيصة على حساب فنانة كبيرة، وقال ما تصدقوش الإشاعة. كمان الفنان إيهاب فهمي وكيل نقابة الممثلين نفى الخبر ده تماما وقال إنه عاري تماما من الصحة. فاحنا انا مش عارفه الناس اللي بتحب تنشر الشائعات وتعمل بلبله دي هدفها ايه وغرضها ايه؟ انا مش فاهمه، انت شايفه ايه؟
أعتقد فعلا الناس لازم تتحرى الدقة وهم بينشروا أي خبر، ولازم نشوف مصدره قبل ما إن إحنا ننشره على لساننا علشان ما نزعلش حد أو نقلق حد ويكون الخبر نفسه مش صحيح. مهم من شائعة مرض الفنانة عبلة كامل للحقيقة بإصابة الفرعون المصري محمد صلاح بفيروس كورونا. طبعا الموضوع لما اتنشر على السوشيال ميديا أثار ذعر وقلق الكثيرين، اللي الحقيقة كلهم دعوا له أنه يتم شفاه على خير ويرجع ينور الملاعب من تاني. لكن الخبر ده جمع وراه ترندات كتير، من بينها ترند عمدة نجريج صاحب البلد، عمدة البلد اللي فيها صلاح، اللي قال أنه صلاح حضر فرح أخوه وكان ملتزم بالإجراءات الاحترازية وأن الناس كانت بتبوسه في كتفه مش في خده. كمان من ضمن الترندات اللي كانت موجودة هو العروسين اللي تصوروا في صورة الفرح وكان في الفندق اللي معزول فيه صلاح، وصلاح طلع بعفوية في الخلفية من خلال البلكونة وشارك معاهم الفوتو سيشن بتاعة الفرح. من الصور كمان اللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا صورة صلاح وهو على شاطئ ومكتوب عليها إنه صلاح بيقضي العزل في الجونة. الصورة ديت فيها حاجة صح وفيها حاجة غلط. الحاجة الصح هو الخبر، فعلا صلاح بيقضي بقية العزل بتاعه في الجونة، وده بعد ما أخذ تصريح من الدكتور بتاعه وراح بسيارة مجهزة، والمفترض ان هو خلال اليومين الجايين ان شاء الله هيتعمل له مسحة ويا رب بإذن الله تطلع سلبية. الخبر الغلط ان الصورة ديت قديمة ونشرها صلاح على حسابه على الانستجرام سنة 2017 وكانت في اليونان. وعلى تويتر ترند يوم التسامح العالمي بين النجوم، أول صلح كان بين الفنانة الجميلة أحلام والفنانة السورية أصالة بعد خلافات طويلة أوي استمرت شهور ومقاطعة كمان فنية، لكن حصل صلح وكان بسبب تدخل الفنانة إليسا ونجل الفنانة الجميلة أحلام وزالت الخلافات. الصلح الثاني بقى بين الفنانة بشرة والفنان محمد رمضان ورجل الأعمال نجيب ساويرس. الحقيقة الثلاثي ده حضر مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72 وحصل على هامش المهرجان صلح بين الأطراف الثلاثة. كمان الفنان شريف منير أعلن إن هو خلاص اتصالح مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد خلافات استمرت سنين طويلة، من كانت بدأت من 2014 وكان فيها رفع قضايا على بعض وانتهت الحمد لله بالتصالح بعد ما كتبت شيرين عبد الوهاب على صفحتها على الفيسبوك انها بتعتذر للفنان شريف منير، وفعلا زالت الخلافات وحصل تنازل عن القضايا. اما الفنان عمرو دياب فهو اعلن ان هو تم الصلح بينه وبين الموزعين الموسيقيين نادر حمدي وطارق مدكور بعد قطيعه فنيه استمرت اعتقد 16 سنه من 2014 في الالبوم الاخير ليلي ونهاري، وانتهى الحمد لله بالصلح بين الثلاث اطراف. بعد كده كان في فيديو كمان منتشر على السوشيال ميديا لأم مصرية جميلة جدا زي كل أمهاتنا وهي بتحضر فرح. في أحوال كتيرة جدا الأمهات وهي بتروح الفرح بيبقى ليها غرض معين يا نهى، إنها يا إما تدور على عروسة لابنها أو عريس لبنتها. تعالوا نشوف الأم دي عملت إيه. بتبقى طيبة جدا والله، شفتي وهي بتقول حلوة يلا شد حيلك. انت عارفة ان هم فعلا لقوا العروسة واعلنوا ان هم هيروحوا يخطبوها؟ طب والله هايل، كل حاجة بقت كده، الام الفرفوشة رزق.
وعلى تويتر كمان في ترند هو رد الفنانة نيلي كريم على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري لما اتهمت أبطال مسلسلها بميت وش بالغرور والتعالي، وكتبت قالت أنا عرفت وسمعت وتأكدت إن الممثلين المبتدئين في مسلسل بميت وش أصابهم الغرور وبان على تصرفاتهم شيء من الغرور. لكن الفنانة نيلي كريم ردت لما اتسألت عن الموضوع ده وقالت إن كاملة أبو ذكري بتحبنا كلنا وهي من مدرسة التواضع، وهي بتحب الممثل مهما علي ومهما نجوميته عليت إن هو يكون متواضع، ولأن ده بيزيده وبيكبره أكتر وبيخليه محبوب وسط الناس، لكن الغرور ده نهايته الفشل. أنا أعتقد إن هي بتتكلم صح، وهي بتتكلم ده من منبع الخوف على الممثلين المبتدئين، وأعتقد دي كمان رسالة بتوجه لكل النجوم، إن أعظم النجوم الكبار عندنا كانوا في قمة التواضع وفي قمة الرقي والتعامل بشكل لطيف ومحبب للجمهور. أنت عندك حق. بكده تكون حلقتنا خلصت، يا رب تكون أخبارنا عجبتكم. استنونا في حلقة جديدة وأخبار جديدة، ولايك اند شير.